تفاعلا جماهيريا كبيرا تشهده مواقع التواصل الاجتماعي لليوم السادس على انطلاق حملة المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. حضور إجباري للميليشيات في مشاورات السويد على وقع معركة الساحل وخروقات ميدانية لعناصرها رغم الاتفاق. المقاومة تفشل هجوما للميليشيات على الجاح بالحديدة والقوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في رازح بمحافظة صعدة. الثالثة والنصف توقيت صنعاء من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بتفاعل كبير تتواصل الحملة الشعبية اليوم السادس على التوالي للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. ولاقت الحملة تفاعلا جماهيريا واسعا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها تطالب برفع العقوبات الظالمة وغير العادلة على السفير أحمد علي بما يسهم في توحيد الصف الوطني وإنهاء معاناة الشعب اليمني. على سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح هذه العقوبات الظالمة والغير مبررة والغير قانونية. لقد كان سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح دور إيجابي وكان يعمل من أجل إنجاح العملية السياسية ولم يكن من المعرقلين. إذا نطالب بإلغاء هذه العقوبات الظالمة ونأمل من المعنيين أن يمتلكوا الشجاعة بتقديم طلب بإلغاء هذه العقوبات. شكرا. كلنا أحمد علي شمال وجنوب، كلنا أحمد علي، كلنا أحمد علي. مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي. نطالب من كل الأخوة والأحرار في الشعب اليمني أن يتضامنوا مع حملة رفع الحظر عن السفير أحمد علي. برفع العقوبات على السفير احمد علي عبد الله صالح، وكلنا السفير احمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات على السفير احمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير احمد علي. ان شاء الله ان مستقبل اليمن. رفع العقوبات مع احمد علي، كلنا احمد علي، كلنا السفير احمد علي عبد الله صالح. نعم برفع العقوبات عن السفير احمد علي. نطالب الولايات المتحده الامريكيه الرفع العقوبات على السفير احمد علي. طالب المجلس الأمن الدولي بفك الحصار على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. المتحدة بأن يرفعوا العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي. كلنا أحمد علي عبد الله صالح، كلنا مع رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. تقريبا طالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. عقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي مجلس التعاون الخليجي برفع العقوبات الظالمة على العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، كونه هو الرجل السياسي لم تتطخ إيديه بدماء بدماء اليمنيين الأبرياء، كلنا العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح. أنا أحمد علي. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير العظيم أحمد علي عبد الله صالح. من أجل الحرية والديمقراطية وأمن استقرار منطقة الجزيرة العربية والخليج ومكافحة الإرهاب، نطالب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي برفع الحظر والعقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. نرجو من مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي، كلنا أحمد علي. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. أمن يافع خاصة واليمن عامة، نطالب مجلس الأمن برفع الحظر عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. ترحم روح الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق تربيه الزكاة، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب رفع العقوبات.
السفير أحمد علي عبد الله خالد. يطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. لأجل الطفولة العقوبات عن أحمد علي. طالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا مع السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي. كلنا السفير أحمد علي. بالروح بالدم نوديك يا يمن. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح حيث وهو حمامة السلام للجمهورية اليمنية والشعب اليمني. بالروح بالدم نفديك يا يمن. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. إن فرض العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح هو فرض عقوبات على الشعب اليمني بأسره، لأن أجد الأمم المتحدة بفك الحظر على البطل الشجاع قائد الفرد أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة في رفع العقوبات السفير أحمد علي. كلنا أحمد علي شبابنا. نطالب بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والأمم المتحدة برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. كلنا أحمد علي. نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بسرعة برفع العقوبات الظالمة والتعسفية على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا العميد أحمد علي عبد الله صالح. تحيا الجمهورية اليمنية. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطلب من الأمن الدولي رفع الحظر على أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن الرجل السلام أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. إننا نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. الرحمن الرحيم. نناشد مجلس الأمن الدولي بالإفراج عن الضغوطات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نناشد مجلس الأمن الدولي بإفراج الضغوطات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح، كما ندعو جميع منظمات المجتمع المدني والناشطين والسياسيين للوقوف جنبا إلى جنب للمطالبة برفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح. وفي الأخير نقول كلنا سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي بأن يرفع العقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. وكلنا السفير أحمد علي. نطالب برفع العقوبات الظالمة على الأخ السفير أحمد علي عبد الله صالح ابن الشهيد علي عبد الله صالح. ونطالب الإفراج عن كل الأسرى اليمنيين المحتجزين داخل اليمن وخارج اليمن. نطالب مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبة على أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. أنا نطالب المجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح.
يمضي أبطال المقاومة اليمنية ورجال القوات الحكومية في إسكات نيران ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تحاول إحداث تسللات في مختلف الجبهات وتسعى لاستعادة مناطق تم طردها منها، فيما الفرق الهندسية تواصل نزع وإبطال مفعول الألغام والمتفجرات التي ملأت بها الميليشيات السهولة والوديان، وتواصل استهداف المناطق السكنية بقذائف المدفعية. أصدرت قيادة قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بيانا حول نتائج مشاورات السويد بين الوفد الحكومي والميليشيات جاء فيه انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية واستشعارا لمسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، فإننا في قيادة المقاومة الوطنية ألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي نعلن ترحيبنا بالنتائج التي خرجت بها مشاورات السويد والتي توجت باتفاق انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة ومنائها الاستراتيجي، وذلك حرصا منا على تخفيف المعاناة الإنسانية على أبناء شعبنا والحفاظ على البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة في المدينة، مؤكدين بأن الميليشيات التي دأبت على سفك الدماء لم تكن لترضخ وتجنح للسلم وتوافق على الانسحاب من الحديدة ومنائها وتجنيب أهلها الويلات والدمار لولا تضحيات الأبطال الميامين من منتسب المقاومة اليمنية مسنودة بالتحالف العربي والذين قدموا دماءهم الزكية رخيصة من أجل رفعة وعزة وحرية الشعب اليمني الأبي، ممرغين أنوف هذه الميليشيا في التراب ومحققين الانتصارات الكاسحة حتى وصلوا إلى قلب مدينة الحديدة، مجددين العهد لشعبنا اليمني العظيم بأننا بثقة المؤمن وجسارة الثائر وحكمة المختبر والمجرب أكثر قدرة على مجابهة التحديات، وسنواصل النضال وتقديم التضحيات والتضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخلص شعبنا من عبث وإجرام هذه العصابة التي عاثت في أرض اليمن الفساد وأهلكت الحرث والنسل وأحلت سفك الدماء اليمنية خدمة لمشروعها الظلامي المتخلف، محذرين ميليشيا الحوثي من أي محاولات للالتفاف على مضامين الاتفاقية أو الانقلاب عليها، كما تتقدم قيادة قوات المقاومة الوطنية بالتهنئة القلبية الخالصة لكافة ضباط وأفراد المقاومة بهذا الإنجاز العظيم الذي لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من تضحيات جسام في سبيل عزة وكرامة وطنهم وشعبهم، مؤكدين لهم بأن دماء الشهداء وتضحياتهم لم ولن تذهب هدرا، النصر لشعبنا ولمقاومتنا الباسلة والرحمة والخلود للشهداء الأبرار، وصدق الله القائل أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد نعم، مرحبا بك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمعني؟ ألو أنا أسمعكم. جمعتك مباركة، كيف تقيمون نتائج مشاورات السويد؟ أولا أحب أن أقول أن النتائج التي خرجت بها لقاء أو مشاورات السويد كانت نتائج طيبة وأكدت القاسي والداني أنه ليس لدى الحوثي أي قضية وطنية يحملها وإنما يعمل من أجل الحرب من أجل إشحال المزيد من الحروب العبثية في البلاد بدون هدف، والنتيجة الأهم الذي تم التوصل إليها أمس أنها وجهت صفعة قوية لعصابة الحوثي وأكدت أنهم إلى زوال لا محالة، ولعل الاتفاق الذي تم تسريبه حتى الآن يثبت بالدليل الواضح أنه تم فيه التأكيد على إزالة ميليشيات الحوثي من داخل مدينة الحديدة، وهو المطلب الذي كان وما زال شعبنا يناضل ضدهم وضد هذه العصابة من أجل استمرار أداء الدولة بشكل طبيعي. نعم أستاذ محمد، رغم أن نتائج المشاورات لم تكن ملبية للطموح وأمال الشعب اليمني لكنها جرت رغم تملص الميليشيات في كثير من المفاوضات، المراقبون اعتبروا نتاج أنه نتاج لمعركة الساحل التي تخوضها المقاومة اليمنية ضد الميليشيات، كيف تقرأ ذلك؟ بالتأكيد معركة الساحل هي التي غيرت المعادلة على الأرض وأعطت زخم كبير شعبي كبير للتحرك نحو وصول إلى مثل هذا الاتفاق الذي أعلن بالأمس يعني، ولولا معركة الساحل لظل الحوثي يتمدد أكثر وأكثر يعني، معركة الساحل وتضحيات الأبطال أبطال المقاومة اليمنية كان لها نتائج وهذه ثمارها، وبالتأكيد لن تتوقف هذه الثمار عند مدينة الحديدة ومينائها، ستمتد إلى العاصمة صنعاء وسيخرج الحوثي
المجتمع الى عوده السعودي الى كهوف مران كما خرج منها. بالتاكيد البيان اللي اصدرته المقاومه الوطنيه بالامس بيان واضح ووجه رسائل عده انه ليس امام تسلط الحوثي الا ان تنتهي والا نحن جاهزون والجميع في قطعه مستمره، لان هناك اكثر من 50 اتفاق وحرب وتجربتنا مريضة مرة معهم، ولهذا سنمضي إلى الأمام ونترقب أي خروقات سيكون رد قاتل ومجزنا على عصابة الحوثي. نعم أستاذ محمد، يتساءل معظم أبناء الشعب اليمني هل ستقف معركة التحرير من قبل حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية عند الحديدة أم أنها ستستمر حتى تحرير كافة محافظات البلاد؟ الوطني لشعبنا اليمني بشكل عام والمقاومة الوطنية والمقاومة اليمني بشكل عام تريد تسعى إلى تجنيب مدينة الحديدة الحرب وأهلها القتل والدمار. نعم. وهذه قضيتنا، لكن وهذه قضيتنا التي نعمل من أجلها، وكانت وسيتوصل المقاومة إذا عادت مؤسسه الدوله للشرعيه بشكل كامل. استاذ محمد، اطرح عليك ايضا السؤال نفسه، يعني هل ستقف معركه الحديده او المعركه عند محافظه الحديده ام ان حراس الجمهوريه والمقاومه المشتركه سوف تستمر في تحرير كافه المحافظات؟ بالتاكيد لن تتوقف معركتنا ضد التهامس، لن تتوقف على الاطلاق الا بتحرير كامل الاضطراب الوطني من عصابه الحوثي التهامسيه. معركتنا انطلقت في ديسمبر وهذه ثمرة من ثمار ديسمبر، ان الحوثي يخرج من الحديدة في ديسمبر. نعم. ان شاء الله ولو حتى بعد شهر من ديسمبر، فهذا لا فهذا امر طبيعي بالنسبه لنا، لنا سنه ونحن في هذه الارض نناضل ويقدم شعبنا التضحيات وتسيرة ابنائه، ومع ذلك تسود نضال شعبنا بهذا الاتفاق الذي يعتبر هزيمه لعصابه الحوثي والمشروعات التآمريه الايراني الذي اراد الويل والدمار لشعبنا وللمنطقه. نعم، أشكرك الأستاذ محمد نعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وقد شاركت ميليشيات الحوثي الإرهابية في مشاورات السود بإيجابية لأول مرة في تاريخها وفق مراقبون، وذلك بفعل الضربات الموجعة التي تلقتها في الساحل الغربي على أيدي أبطال المقاومة اليمنية. حضر الحوثي إلى السويد مجبرا بعد أن أدرك أنه يغرق في الحديدة، ولم تنفعه حشوده وصبيانه، ولا طالما ناور بقواته وإرهابه تنبه أن كل خطواته مجرد سراب أمام أبطال اليمن. ظل الحوثي ينظر إلى محطات السلام بأنها مجرد ملهات، لا سيما مع استحواذه على دولة وممتلكاتها المتراكمة خلال 5 عقود. فمن مشاورات جنيف إلى الكويت كان المؤتمر الشعبي العام يدفع الحوثي إلى السلام، فشارك الحوثي فيها على مضض متكئا على جدار ميليشياته التي آمن أنها لا تهزم، وزاد غروره حين نجح مؤقتا في إخماد انتفاضة 2 ديسمبر، استحوذ على القرار وتخلص من شريك كان يأخذه إلى السلام. رفض الحوثي بعدها الحضور إلى جنيف، ولم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء حيال تعنته. مرت جنيف كما مرت سابقاتها، كل ذلك كان في الدهاليز السياسية، أما على الأرض فضاعف من انتهاكاته بحق اليمنيين. وعلى الجانب الآخر كان أوفياء اليمن يسابقون الزمن ويستعدون للتحاور مع الحوثي باللغة التي يفهمها، ومع كل كيلومتر يتم تحريره من الساحل الغربي ظل التعنت الحوثي رافضا للحوار. أما القوات المشتركة فظلت تناديه للسلام منذ أن كانت في الخوخة، وبشكل متكرر طلب من الميليشيات الحوثي الانسحاب من الحديدة وموانئها دون قتال. حينها تكبر الحوثي وأرعد، رفض الحوثي تسليم اليمنيين موانئهم بالحديدة، قاتل وقتل وملأ المقابر بجثث الآلاف من الأبرياء، لا لشيء إلا لإشباع مشروعه الدموي. وما إن وصلت أقدام حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وميامين تهامة إلى شارع صنعاء وصد مدينة الحديدة، حتى رضخ الحوثي للنداء والسلام وذهب إلى السويد ووقع على كل ما كان يرفض الحديث مع اليمنيين حوله،
من الانسحاب من موانئ الحديدة إلى تسليم إيرادات الدولة إلى البنك المركزي. وهكذا ظل الحوثي ينظر إلى مشروعه الدموي أنه نصر إلهي، أما إمعاته المجروفة عقولهم فيتباهون أن المسيرة الحوثية لا ريوس فيها. ومع تقدم أوفياء اليمن لم يرضخ الحوثي للسلام فحسب، بل أدار محرك الريوس النفاث كما يراه الناشطون. ينظر المراقبون والنشطاء إلى انتصارات الحديدة التي حققتها المقاومة اليمنية من زوايا عديدة، فإلى جانب إجبار الحوثي على الحضور للسويد ها هو يقر بالانسحاب بعد أن كان معطلا له في مسيرته. سلام أو استسلام، سمه ما شئت، فإنه ثمرة جهود أبطال اليمن في الساحل الغربي، ومثلما أرغموا الميليشيات على الحضور إلى السويد سيكونون لها بالمرصاد إن حاولت. إلى ذلك أكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن الميليشيات الحوثية سارعت إلى خرق اتفاق السويد قبل أن يجف حبره، وأوضح أن الميليشيات الحوثية شنت قصفا بقذائف الهاون على الأحياء السكنية والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة بعد توقيع ممثليها على اتفاق السويد الذي ينص أول بنوده على وقف إطلاق النار داخل المدينة. وسقطت عدد من قذائف الميليشيات الحوثية في محيط مصفى 22 مايو بشارع 50، ما أسفر عن استشهاد الجندي عبد المجيد الشرعبي من اللواء الأول حراس الجمهورية، فيما سقطت قذيفتان قرب دوار المطاحن دون وقوع خسائر. سحقت المقاومة اليمنية كل محاولات الميليشيات الحوثية فتح ثغرة في منطقة الجح، وأحبطت كل ترتيباتها الأخيرة ذات الصلة بمدينة الحديدة، فضلا عن تكبيدها خسائر فادحة في صفوف ما تسميها كتائب التدخل السريع التي تحاول من خلالها إحداث خرق التهدئة أو خرقا لتهديد خط الإمداد الرئيسي إلى داخل الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد. في مطرقعة السلام بين وفدي صنعاء والوفد الحكومي تنقلها القنوات العالمية والوكالات الإخبارية وتعلن على إثرها الأمم المتحدة إنهاء الحرب في اليمن، فاجأ الحوثي الجميع بهجوم على الجاح محاولا فتح ثغرة صوب مياه الساحل الغربي عبر ما تسميها الميليشيات بقوات التدخل السريع. ساعة الفجر الأولى ليوم اختتام مشاورة السويد كان أزيز الرصاص وأصوات الأسلحة المتوسطة والثقيلة هي الحاضر الفعلي للواقع في الحديدة بعيدا عن شكليات الاتفاق. فهذه الصور من الجاح تنبئ عن نية الحوثي التي يبيتها لإثبات عدم صدق النية لتطبيق ما تسميها الأمم المتحدة إجراءات بناء الثقة. هجوم حوثي على الجاح كانت تأمل من خلاله الميليشيات قطع خطوة الإمداد الرئيسية للمقاومة اليمنية بتنفيذ عمليتين انتحاريتين، لكن قوات اللواء الرابع حراس الجمهورية كانوا على يقظة ومتحسبين لكل فعل وجاهزين لرد الفعل. فقد لقنت الميليشيات الحوثية دروسا قاسية رسم على إثرها خارطة التعامل مع ميليشيات الحوثي فيما بعد الاتفاق الشفوي في العاصمة السويدية ستوكهولم، والذي نص على هدنة دولية تقضي بالتزام الطرفين بهدنة أمام أي عمليات عسكرية. درس لم ينساه، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الشعب. الميليشيات الحوثية حاولت الأيام الماضية استغلال الهدنة الإنسانية في إحداث خروقات عدة، مستغلة بذلك التزام المقاومة اليمنية بها، وليس بمستغرب على الميليشيات خرق أي هدنة أو إنهاء أي اتفاق. فسجلات ميليشيات الحوثي زاخر بنكت العهود وعدم احترام أي اتفاق، فقد خبر الرجال وميادينهم التعامل مع الحوثي والرد على طيش ميليشياته. للتفاصيل أكثر انضموا إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي محمد جميح. مرحبا بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. كيف تقيمون أستاذ محمد نتائج مشاورة السويد في الوقت الحالي؟ طبعا المشاورات يعني ننظر لها كغيرها من المشاورات والاتفاق في الاتفاقات السابقة. اليمنيين نجنوا على أن الحوثيين لم يلتزموا بهذا الاتفاق الذي ربما رأى البعض يصب في صالحهم، وإن أرادوا تنفيذ بنود هذا الاتفاق فإنهم سينفذونها على طريقة تنفيذهم لمخرجات الحوار الوطني، وعندما أسقطوا العاصمة صنعاء بحجة تطبيق مخرجات هذا الحوار. نعم. يعني الآن هم في الحديدة من السهولة في المكان أن يغيروا الزي المدني
العراقي المدني ومن الصور مكانا يخبي بعض الأسلحة الثقيلة الموجودة لديهم. يقولون بأنهم تحرك القوات أو قوى الأمن الموجودة من قبل 2014، هذه قوة قد أخرجت من عناصرها، شردهم الحوثيين، سجنهم الحوثيين، ومن تلقى تحرك بشكل واسع. هذا إذا ضمننا أن الحوثيين بدنا ينفذون هذا الاتفاق، لكن أنا لا أعتقد أن الذين لم يسلموا مسدسا واحدا منذ 2004 حتى هذه اللحظة يمكن أن يتحدوا أو أن يسلموا على المدى حتى الطويل أسلحة جارية. نعم أستاذ محمد، ألم تدرك بعد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الميليشيا هي جزء المشكلة وليست جزءا من الحل؟ لا، أنا أعتقد أن الكل يدرك ذلك، لكن هذا ليس السؤال. السؤال هل لدى الحكومة الشرعية ولدى التحالف العربي هذا الإدراك الواسع، وهل لديهم بعد هذا الإدراك القدرة الواضحة والاستراتيجية والرؤية والتفكيك والتخطيط المناسب يعني ضحى هذه الميليشيات؟ يعني نحن اليوم يعني بعد 4 سنوات من الحرب التي بدأت في 2015 لا نزال نتحدث حول مسلمات يعني كانت متضمنة في القرار 2016، ومع ذلك تحاول الحوثيين أثناء تنفيذهم أو يحاولون أثناء تنفيذهم لهذا الاتفاق الأخير في السويد، نزال من هذا الاتفاق التفاتا على القرار الأخير 2016 بشكل أو بآخر. ما أعتقد أن بعض الحكومة الشرعية والأداء غير جيد للسلطة في المناطق المحررة هو الذي أدى إلى أن ينظر المجتمع الدولي بنظرة ربما مختلفة عما كانت عليه أثناء بداية الحرب في 2015. نعم، السبب يكمن في الشرعية وليس في الحوثي، لأن الحوثي هو منذ 2004 وهو الحوثي هو الحوثي لم يتغير. نعم، الذي كان يفترض أو النظرة التي تغيرت تغيرت نحو السلطة الشرعية. نعم، التي يريد العالم الآن أن يقلل الخسائر الإنسانية، يقلل الكلفة الاقتصادية، يقلل الدمار الحاصل في البلد بعد 4 سنوات من المعارك. صحيح أنه تحقق الشيء الكثير حتى هذه اللحظة، لكن لم تستطع الحكومة للأسف الشديد أن تجعل من مناطق المحررة نموذجا تقنع العالم لأنه يمكن السيطرة على الحديدة، يمكن السيطرة على صنعاء بأقل الخسائر، بحيث تصبح هذه المدن أيضا نماذج، لأنه إذا نفس عدم المدن فإن العالم ربما يتحرج من السماع بتحرير الحديدة، بالإضافة طبعا إلى أن هناك أجندة دولية تسعى إلى أن يبقى الحوثيين في البلاد كخاطرة أو كشرطة الخاطرة الجنوبية للمملكة العربية السعودية من أجل استمرار النزيف اليمني الداخلي. نعم دكتور محمد، يرى مراقبين على أن حتى الوفد الحكومي لم تكن مطالبه أو سقفه مرتفعة بقدر ما كانت خرجت بهذه الغوائية غير التي لا تعبر عن تطلعات وطموحات الشعب. طبعا هو الإشكال الذي حصل أن الوفد أوقفت بضيوف دولية، وبالتالي ذهب الوفد الحكومي إلى السويد، وهو على هذا الأساس، على أساس أنه للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. أنا ليس لدي نظرة تشاؤمية إذا اتفاق السويد. نعم، الاتفاق يمكن أن يكون جيدا فيما لو اشتغل عليه استغلالا جيدا، وفيما لو صدق الحوثيين في نواياهم. الإشكال ومحل التفاعل كذلك أن الحوثيين لم ينفذوا هذا الاتفاق، وبالتالي تضاف إلى غيره من الاتفاقات السابقة التي لم ينفذها الحوثيون والتي يحاولون الكتاب عليها. وأنا أتوقع أن المعارك ربما تعود، لأنه لا يمكن أبدا أن تصل المعارك إلى قرب مطار أو قرب بناء الحديدة، هنا بعد ذلك تحصل نوع من التراجع. نعم، إلا إذا كان التنفيذ حقيقي لهذا الاتفاق. نعم أستاذ محمد، لو تحدثنا عن جانب السلب والإيجاب، برأيك ما هو السلبي وما هو الإيجابي في هذه المشاورة؟ السلبيات في المشاورات وإنما في الاتفاق، السلبيات تكون في التالي. أكبر سلبية من وجهة نظري هي الأمميات التي يعني امتلع بها هذا الاتفاق. نعم، على سبيل المثال قال أو قيل في إحدى الفقرات بأنه يجب تسليم عائدات ميناء الحديدة من جمارك وما إلى ذلك إلى البنك المركزي دون تحديد أي طرح من طلع البنك المركزي. الحكومة تقصد ذلك بأن البنك المركزي الموجود في الحديدة أو ربما في عدن
والتسليم بالصلاه في التسليم بهذا لان البنك المركزي الرئيسي في صنعاء. ايضا يعني العموميات تخص القوى الموجوده داخل الحدود، القوى الامنيه، بمعنى يكون هناك نوع من التحديد، بمعنى يعني عن المحافظ الذي كان ب 2014 في عودة الحديدة ضمن السلطة المحلية، وهذا طبعا مستبعد. هل هذه القوى التي جاءت هي القوى التي كانت في 2014؟ نعم. هناك كثير منهم في السجون، وهناك كثير منهم خرجوا، وهناك طبعا الذين تحوطوا تبع المصلحة. لكن بالإضافة إلى ذلك المسافات والتحديد المسافات التي تفصل بين التي تفصل بين القوات إلى أين تنسحب. كذلك اللجنة التي ستشكل لمراقبة هذه الانتحالات. يعني هناك كثير من الأمنيات التي لم تلحق بملحق تفصيلي لتحديد المهام ولتحديد الاختصاصات ولتحديد الشروط التي يمكن من خلالها أن ترفع هذه اللجنة إلى رعاة المفاوضات، لأن هذا الطرف أو ذاك نفذ ما عليه أو لم ينفذ. أشكرك الكاتب السياسي دكتور محمد جمح، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في محافظة صعدة تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي المحافظة. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية عقب مواجهات ضارية خاضتها مع الميليشيا الحوثية التي بلدت بالفرار وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما عثرت القوات الحكومية على مخزن للأسلحة تابع للميليشيا في أحد آبار المنطقة. اللي هو في دماج في قرية آل جبارة، بعد أن كان في صعدة أيضا تمت السيطرة على مواقع جديدة كانت تختبئ فيها عناصر ميليشيا الحوثي وتمارس تهديداتها على المواطنين ومواقع القوات الحكومية في رازح بشكل تكتيكي أفشل مخططات الميليشيات الكهنوتية. انتصارة جديدة للجيش في شمال صعدة استعاد مواقع حيوية بعد معارك شرسة ضد عصابة الحوثيين. الانتصار في هذه الجبهة كان مفاجئا وبني على حسابات تكتيكية محكمة. أسقط جبل الجعوب الذي يعتبر أهم المواقع الاستراتيجية. كانت جماعة الحوثي تسيطر ناريا من خلاله على عشرة التباب القريبة منه لتتحول المعادلة لصالح قوات الجيش في السيطرة. بعدها بساعات قليلة وصل أبطال اللواء الواجب الأول إلى قمة جبل فتح، ومعه تسقط مجموعة كبيرة من التباب والمواقع العسكرية من أيدي الحوثيين. الحمد لله تم الاستيلاء على عدة مناطق في جبال رازح، ومنها منطقة الجعوب ومنطقة فتح، ونحن الآن مطلين على مشارف تبت شذا والحجلة والأزور، وقد استولنا على عدة مناطق ومناطق شارسة من رازح ومنها الأزور والحجلة، ونحن الآن في ميمنة الميمنة لمنطقة الحجلة في الجنوب الشرقي لمنطقة الكعوب. يمضي هؤلاء المقاتلين في طريق النصر باتجاه تبت الشذا والحجلة بعد معارك خاضوها ضد ميليشيات الحوثي في ميمنة جبهة الجعوب، متوعدين بالوصول إلى جبل راسح التي تبعد عنهم كيلو ونصف فقط. الزحف قادم لا محالة له في السواعي القادمة بعون الله، ونوعد الشعب اليمني أن احنا نطهر البلاد والعباد من هذا السرطان الخبيث الذي يحلل البلاد بلادنا. معارك جبال رازح الشاهقة كبدت فلول الميليشيات عشرة القتلى والجرحى مع إعطاب عدد من الآليات القتالية، كما استعادت القوات الحكومية مجموعة كبيرة من الأسلحة المتنوعة التي نهبتها الجماعة من معسكرات الجيش. الحسم النهائي للمعارك القادمة يتطلب صبر ساعات فقط، كون الجماعات الكهنوتية تعيش حالة من التخبط وشبه انهيارات تامة، في حينها تجد صعوبة كبيرة في الاحتفاظ على مواقعها إثر التحول الهائل التي تشهده جبهة رازح وكذلك الخسائر المتلاحقة لهم في المعارك الأخيرة. لقناة اليمن اليوم عبد العالم دحلان مديرية رازح. ينضم إلينا عبر الهاتف رسولنا في صعدة والقف الزميل عبد العالم دحلان، مرحبا بك يا عبد العالم. تسمعني يا عبد العالم؟ ما الجديد لديك؟ نعم، المعارك في محافظة صعدة بجبهتها سواء في رازح أو الملاحيق كانت مستقبلة أيضا لعروضها في مواقع واسعة.
اليوم الأحداث الأكثر شطوعا في المشهد العسكري مديرية كتاب المعز يخوض معارك مع ميليشيات الحيثي في الأيادي فرحان أيضا المحادية لجبل جريشان. هنا المعارك كذلك عن حسين عدد من القتلى وكذلك من الجرحى. هناك قطاعات أيضا القوات الحزمية عبارة من العسكريين تابعة لميليشيات الحوثي. قطاع كانت ميليشيات الحوثي تحاول بشكل مستمر الهجوم على هذه المناطق، لكن استطاعت القوات الحكومية من العز التقدم في هذه الجبهة والاستيلاء على هذه المناطق والقرى الموجودة في هذه المنطقة. أيضا تقدمات الجيش تحقيقات كبيرة وقدرت الحوثيين الكثير من القتل، لا تزال أيضا قتلة الحوثيين مرمية على سطوح الجبال حسب المخابر العسكرية. هناك العشرات من ميليشيات الحوثي من عناصر الميليشيات الطويلة في مرمية الجبال. استطاعت أيضا القوات الحكومية تقديم المناطق إلى القرى التي تمتع بميليشيات الحوثي قد هجرتها مع ساكن المواطنين منها. ونعم أيضا إلى مديرية باقم اللي هي مديرية الحكومية تتقدم بوتيرة عالية، كذلك تواصل نزع العديد من الألغام في هذه المنطقة بعدما سقطت من أيدي الحوثيين وبعدما زرعتها ميليشيات الحوثي بالعديد من الألغام وكذلك العبوات الناتجة سواء من الفردية وكذلك ألغام العربات التي زرعوها من أجل إعاقة تقدم القوات الحكومية إلى المناطق التي انسحبت إليها ميليشيات الحوثي. نعم، أشكرك زميلي عبد العليم دحان مراسلنا في صعدة والقوف، كنت معي عبر الهاتف. وفي محافظة حجة عثرت القوات الحكومية على لغم بحري قبالة سواحل جزيرة القشت في سواحل المحافظة والجزر المحاذية لها والمياه الدولية، وهو واحد من الألغام التي وضعتها ميليشيا الحوثي في البحر وباتت تشكل خطرا على حياة الصيادين وأهل الجزر وخط الملاحة الدولية. لقي 7 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعا في قصف مدفعي شنته القوات الحكومية في جبهة دمت شمالية محافظة الضالع. مصادر عسكرية أكدت أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تعزيزات لميليشيا بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية الدمت. أسفر القصف عن مصرع 7 من عناصر الميليشيات إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. إلى ذلك أسرت القوات الحكومية 3 من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولة التسلل باتجاه قرية كارش جنوب المديرية ذاتها. تعرضت حافلة ركاب تتبع النقل الجماعي في مديرية قانية بمحافظة البيضاء إلى اطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل مسافر كان في طريقه إلى المكلا. مصادر محلية أكدت أن حافلة النقل الجماعي كانت قادمة من صنعاء باتجاه المكلا محافظة حضرموت وتعرضت لإطلاق النار في منطقة قانية، وأضافت أن الحافلة أكملت رحلتها بعد تسليم جثة القتيل إلى نقطة تابعة للقوات الحكومية في محافظة مأرب. إلا ذلك أقدمت عناصر إرهابية على زرع وتفجير عبوة ناسفة داخل منزل أحد المدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. مصادر محلية أكدت أن الميليشيات فجرت عبوة ناسفة زرعتها في منزل مهيب سلطان في منطقة القلعة مديرية مقبنة، ولم تمنعهم توسلة امرأتين شاهدتا جريمة وضعهم لعبوة شديدة الانفجار في مدخل منزلهما، ثم فجرت المنزل عن بعد فوق رؤوسهن دون رحمة أو إنسانية بحسب إفادات مواطنين على اطلاع بما جرى. العبوة الناسفة حولت المنزل وأجساد ضحيتين إلى أشلاء متفحمة تناثرت إلى أماكن وزوايا بعيدة، استغرق جمعها وقتا طويلا لتحصل تلك الأعضاء المحترقة على كرامة دفنها. النشرة مستمرة وتتابعنا بعد الفاصل. نزوح جماعي لأهل الحديدة هربا من جرائم الانتهاكات الميليشيا الحوثية يفاقم معاناة غياب دور المنظمات المعنية. الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والأمين الأمين عارف عوض الزوكا وكل شهداء 2 ديسمبر 2017 واجهوا الموت ليحيى الشعب.
نزوح متواصل لأهالي منطقة الحمينية بمحافظة الحديدة هربا من قذائف الحقد الحوثية التي باتت تستهدف المواطنين بشكل يومي بهدف إجبارهم على مغادرة مناطقهم ومن ثم التمترس فيها. يجرون ورائهم الحسرة والخيبة معا وهم يغادرون منازلهم ومناطقهم قسرا هربا من الحرب وسعيرها والنجاة بأنفسهم من حقول الألغام التي ملأت الميليشيات بها السهولة والوديان. أهالي حسب محافظة الحديدة كغيرهم من أبناء الساحل الغربي يفرون من مناطقهم هربا من ميليشيات الموت وجرائمها التي لم يسلم منها شيء، يفرون بجلودهم إلى المجهول في ظل الاحتياجات المتزايد للمساعدات الإنسانية والإيوائية التي يفتقرون إليها في مناطق النزوح. بأعداد كبيرة يتتابع الأهالي بحثا عن مناطق آمنة تحميهم من جور الميليشيات وتبقيهم على قيد الحياة في عملية نزوح جماعية رغم المشاورات التي استضافتها السويد وتكهنات البعض بنجاحها، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك وكأن المشاورات ليست سوى استراحة محارب تلتقط خلالها الميليشيات الأنفاس لتعاود سطوتها وجرائمها بحق اليمنيين. قرية بكاملها أجبرت الميليشيات سكانها على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لعناصرها في الحمينية بالحديدة بعد أن أمطرتها بقذائف الهاون وبشكل يومي في انتهاك جديد وصارخ في الوقت الذي لم يجف فيه بعد حبر ما اتفق عليه في مشاورات السويد لتؤكد هذه الميليشيات ولكل من لديه عقل إنها جماعة موت تمضي في تنفيذ أجندتها ولا تقيدها العهود والاتفاقات. ولم تسلم عربات النقل البسيطة التي استخدم فيها المواطنون الحمير في جر عربات تحمل أطفالها وأغراضهم الضرورية من بطش الميليشيات، وباتت تمثل هدفا لقذائف حقدها بصورة وحشية. في الملف الاقتصادي، استقرار صرف الريال عند مستوى مرتفع ومواطنون يعبرون عن خيبة أملهم في فشل مشاورات السويد لإحراز تقدم في الملف الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة، والبداية بشأن المحلي، حيث شهدت أسعار الصرف في الأسواق اليمنية استقرارا عند مستوى مرتفع، حيث تراوح سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني بين 510 و 520 ريال، فيما تراوح الريال السعودي ما بين 134 و 140 ريال. إلى ذلك، دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى الاهتمام بالملف الاقتصادي، واقترح الخبراء على البنك المركزي الاستمرار في تغطية خطابات الائتمان بدعم واردات السلع الأساسية من العملة الصعبة وبكميات كبيرة لمساعدة استقرار سعر الصرف بالتوازي مع تفعيل البنك لأدوات السياسة النقدية. عبر مواطنون عن خيبة أملهم في فشل مشاورات السويد حرز تقدم في الملف الاقتصادي ومرتبات الموظفين، كون ذلك مرتبط بمعيشة الناس. وحمل المواطنون وفد الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال الاتفاق على معالجة الملف الاقتصادي وصد تعنت وإصرار على التحكم بالموارد في المناطق الخاضعة لها. ويرى خبراء اقتصاديون أن من أبرز أسباب التدهور الاقتصادي قيام الميليشيات الحوثية بإيقاف دورة السيولة النقدية التي نتج عنها وجود قطاع مصرفي موازن لا يخضع للرقابة، بالإضافة إلى وجود إدارتين للبنك المركزي. تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية شبه استقرار عند مستوى مرتفع، حيث تراوح سعر الجرام عيار 21 ما بين 18750 و 19375 ريال، فيما تراوح سعر الجرام عيار 18 ما بين 16075 و 16610، بينما تراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 150 ألف و 155 ألف ريال. وفي الأسواق العالمية، هبط
الذهب لأدنى مستوياته في أسبوع، حيث بلغ سعر الأوقية في التعاملات الفورية 1242 دولارا و60 سنتا. هبطت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين واتجاه المستثمرين إلى جني أرباح تجاوزت 2% الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 دولارا و42 سنتا للبرميل. إلى ذلك أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية أنها ستخفض إنتاج الخام 2% اعتبارا من يناير لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المسطلة للبترول أوبك مع مسطري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي، باعتبار أن عمان لجارية مع الصين تكتسب طابعا استثماريا وتتجه نحو أفريقيا. وحذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية من التأثير الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي تمارسه الصين في أفريقيا والتي تملك بعض من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وموارد طبيعية تقدر بمليارات الدولارات. وعرب عن انزعاجه من الاستثمارات الصينية الكبيرة في القارة السمراء، ولفت إلى أن الدول الأفريقية ستستفيد من زيادة الاستثمارات الخاصة بالشركات والمشروعات الأمريكية هناك التي ستخلق فرص عمل ترفع من معايير البيئة والعمل. ختام النشرة تذكرون بعناوينها: تفاعلا جماهيريا كبيرا تشهده مواقع التواصل اليوم السادس على التوالي انطلاقا لحملة المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. حضور إجباري للميليشيات في مشاورات السويد على وقع معركة الساحل وخروقات ميدانية لعناصرها رغم الاتفاق. المقاومة تفشل هجوما للميليشيات على الجاح بالحديدة والقوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في راس بمحافظة صعدة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.